هل يمكن أن نعددهم أم نتكلم عنهم عموما ونحددهم في زاوية معينة؟ من هم؟ أكيد نتكلم عليهم بالعموم لأنه الشعب الجزائري يحوس باش يروح كاع كل مفسد كل سار كل خداع كل اللي ضر الشعب الجزائري كل واحد وشاو يتكلم. دوك هذا الشباب اللي في برا كامل مش عندهم نفس إشكال. كاين اللي مشكل تاعو أنه قرا وكمل قرايته وما خدمش، كاين المشكل تاعو أنه من حقه يدي السكن وما داش، كاين المشكل تاعو أنه البلاصة باش يخدم فيها هو يلقاو بيري واحد معرفة ومش قاري خلاص ولا مش منصب تاعو يجي في بلاصت في بلاصتو ويدي له بلاصتو. كل واحد كيفاه. كانوا من قبل يروحوا يحرقوا، وانا عجبني مصباح انا يسمع فؤاد ماناش حارقين قاعدين هنا على قلوبكم. صح ايه مالها تحرق انت، علاه تروح تخلي موت امم تكتبكي عليك، علاه يجيبوك في صندوق، علاه تروح اللي هي كما قال واحد خونا دوك استقال وعاد حتى هو انضم للحراك، تروح تلمو تشينا، علاه يروح يلم تشينا يقعد يلمها هنا في بلاده ما يلمهاش لهي. معناها كل واحد هنا يقول تنحى وكاع يقصد هذا اللوبيهات، يقصد بها هذا المفسدين، يقصد بها هذه العصابه اللي غاي حاكمه البلاد. خليني نزيد كمل تاع لي زيدونا زوج دقائق. تفضلي نزيدك تفضل. يعني كي تقول تنحى وكاع او ام عندهم منطق وعندهم حق، لانه صاي الشعب تعب، مش الشعب انه اللي راهو موجود في العاصمه فقط، يا الشعب اهبطوا اهبطوا للجزائر العميقه شوفوا الناس كيفاه تعبه اهبطونا. نتمنى هذا اللي قاعد يقول لك درنا 20 سنه خدمنا وانتم راكم جاحدين. يعني جاحده انا جاحده او احنا قالت لي واش خدمت لي انا كشابه؟ خليني على اساس اني صيفتي دوك حاليا، لكن واش خدمت؟ واش درت للبلاد هذه؟ اعطيني واش درت مؤسسات. او احنا نعطيك انا في بلديتي كيفاه باش المراه باش تولد تروح تمشي 40 كيلومتر ويا حسره من سنه اللي ماتوا في الطريق. اروح نعيطلك اروح نعيطلك باش نمشي من مدرسه ابتدائيه روح لازم نمشي على 7 كيلومتر على رجلي. اروح نفهمك هما عندهم بريزون شارج ليه؟ اروح نفهمك واش معنى طفل يقرا ويدي معدل مليح وباباه يحبسه من القرايه ولا يحبسها خاصه البنات. انا عندي حظ، انا كان عندي حظ اني كملت قرايتي والله العظيم. الممتازات اللي كانوا يقراو معايا في الديار لانه علاه كان لازم نتنقلوا 30 كيلومتر ونعيشوا في المبيت، ما كانش الاولياء كل قبلوا الشيء هذا. هذا هو الشيء اللي حاسه به انا، واش اللي حاس به هو حاط لي ولده كيحب باش يحوس يبعثوا في طياره خاصه يروح يحوس لي في فرنسا او اسبانيا ويجي. وحس بيا انا كطالبه جامعيه ندي 250 درهم ولا 400 الف نكمل بها ثلاث اشهر وتقول لي راني خسر عليك في 70 مليون. سامحني نزيد نكمل، لا لازم يحس بيا اليوم اللي قاعد يسمع فيا اذا كان اصلا مقدرين يسمعوا ولا عندهم وجوه يحلوا التلفزيون ويشوفونا واش قاعدين نهضروا. من قبل كانوا كوبي وعلينا ما يخليوش نهضروا. انا عندي عام ونصف في البرلمان ملي دخلت وانا نهضر ومازلت نزيد نهضر ومانيش خارجه حتى نخرج على قلوبهم. واذا كان حيحل تحل البرلمان ولا حيروح انا ماذا بيا حاجه واحده، مش اني نقعد في البرلمان لا، ماذا بيا نلقى شكون يهضر ونهار كي تعود البلاد ماشيه بخير عندي من ندير به البرلمان، نحكم داري نحكم بلديتي نحكم حتى انا ولادتي ونسكت على روحي. لكن ارواح حس نهار كي جبنا وزيره من الطاقم تاعهم الحكومي واش قلنا لها؟ قلنا لها 400 الف ما تكفيش الناس اللي راهي مريضه ذوي الاحتياجات الخاصه. واش قالت لك على بالنا بهم ولكن البلاد في ازمه، البلاد في ازمه غير المجموعه هذه بصح ماهيش في ازمه الرحلات ولا الشيء اللي راكم ديروا فيه. شراء الذمم وشراء لا هذاك مش تمدوا في الملايير تمدوا في الملايير للناس دير في مشاريع وهميه هذه ما كانش منها. تنفخوا في الروض وتعطيهم تدخلوا وتخرجوا كما تحبوا انتم هذه ما كانش منها. ولكن 400 الف ذوي الاحتياجات الخاصه تغيظهم. نهار كي هضرنا معاها ودرت لها سؤال وقلت لها 500 الف سامحني على بالك كثرت ولكن 500 الف انا اقدر مشاعرك تاع 500 الف تاع الشبكه الاجتماعيه راهم يسلكوا بثلاث شهور يا دين الله. كاين واحد عنده عائلات انا نعرفهم عندهم اربعه وخمسه وست اولاد كيفاه 500 الف تكفيهم للشهر؟ كيفاه انا نايب ندي 25 مليون يجي ولا 26 مليون يجي واحد مني يقول لك ما تكفينيش؟ واحد يدي في 500 ويسلك على ثلاث شهور فيها. كيف واحد يدي فيه 1800 سالار دو باز تاعو يدي فيه 1800 ويقول لك تكفيه وعنده ثلاثه وربع اولاد؟ حاجه ما هي قد يا خوتي خطيونا على وجه ربي. هذا نداء من عند الشعب، انا اليوم فوضني الشعب على وجه ربي روحوا خطيونا امشيو يا سيدي. اذا ما فهمتوش روحك مش بغيتو اكثر من هاك صاي 20 سنه نهبتوها كليتوها ما خليتو فيها والو روحوا تمهوا خليوا سيدي الشعب في بعضاه. ماده 7 ماده 8 يا خويا ماده 2019 نفكوا حوالنا بحوالنا. شكرا واللي مش راضي عليه الشعب على وجه ربي يروح يفهم روحه لانه صاي صاي ما بقاش. شكرا. كاينه حاجه فقط نتمنى من السلطات القضائيه هذه حنقولها ونقولها، نتمنى من القضاة نتمنى من السلطات القضائية يتخذوا إجراءاتهم بالنسبة لرؤوس الأموال هذه اللي راهي تمشي واللي راهي تخرج، لأنه صراحة
صراحة من حقهم أنهم يديروا إجراءات تحفظية. أنا محامي ولا بلي وشاني نقول حقهم يديروا إجراءات تحفظية باش أقل شيء يخلي يقعد الشيء اللي مازال إذا كان أصلا مازال كاين. شكرا جزيلا بسمع زوار، قلت كل شيء. شكرا جزيلا على هذه المشاركة البرلمانية عن جبهة المستقبل. شكرا لك سعيد إرزي الإعلامي والناشط في الحركة الشعبية، شكرا تعليق. جزيلا بدون تعليق قلت كل شيء. أنهيت وفيتي 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 بلاد اليوم تمت، ومتابعة البلاد مستمرة. نلتقي بعد فاصل.